السلام عليكم. يواصل المساء اليمني استعراض ومناقشة الوثائق المتعلقة بالمخطط السياسي والأمني لميليشيا الحوثي، وكان المساء قد تطرق إلى المخطط السياسي والأمني والدور الإيراني والروسي وكذا الشبكات المدنية المحلية والخارجية التي عملت لمصلحة الميليشيا الحوثية. واليوم نستعرض في حلقتنا المخطط السياسي والأمني المتعلق باستهداف الجنوب ومؤسسة الرئاسة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا خلق الانقسامات داخل الكيان الوطني في الجنوب من خلال الارتباط والتنسيق مع شخصيات كانت ضمن مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني، بينهم محمد علي أحمد وأحمد القمع. وأشارت الوثائق إلى اشتغال الميليشيا على خلق ما أسمتها بالأحزاب الفتية والمكونات لخلق انقسام سياسي واسع في الجنوب وخلق مزاج سياسي مضاد للشرعية. كما كشفت الوثائق عن استخدام أدوات وشخصيات جنوبية لاستهداف الرئيس هادي وسفير اليمن الحالي في واشنطن ومدير مكتبه السابق سفير اليمن في مصر. إدارة ملف الفوضى في الجنوب وخلق الانقسامات داخل كيان الدولة والعمل على توسيع الفجوة بين الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق بحاح كانت من ضمن أجندة الميليشيا كما أشارت إليه الوثائق، إضافة إلى تبني المؤتمرات باسم الجنوب من بينها عدن تتحدث ودعم وتمويل الحركات الجنوبية التي تهدد الشرعية وتعمل على تقويض السلم المجتمعي. مشاهدينا الكرام، حول إدارة الفوضى في الجنوب كما جاء في الوثائق السرية الميليشيا الحوثية التي حصلت عليها بلقيس ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، أناقشها مرة أخرى مع ضيفي في الأستوديو الكاتب والصحفي أحمد الزرقة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء النور أستاذ أحمد. نستكمل سرد الوثائق التي وصلت قناة بلقيس حول مخططات الميليشيا لإثارة الفوضى، لكن هذه المرة في الجنوب. دعنا بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم. يحتل الملف الجنوبي أولوية قصوى في إدارة الفوضى من قبل الميليشيا، فبحسب الوثائق التي تستكمل قناة بلقيس كشفها للرأي العام، تستمر المحاولات الواحدة تلو الأخرى في زعزعة الأمن بعدن، وهذه المرة بأيد جنوبية، حيث تظهر الوثائق تورط العديد من الشخصيات الجنوبية مع الميليشيا في زعزعة الأمن من خلال تمويل أشخاص وهيئات سياسية ورجال في جبهة الشرعية ذاتها. التحركات تتم عبر لجان تنسيق ومشرفين للمحافظات الجنوبية تابعين للميليشيا بإدارة حزام الأسد ويحيى سريع مشرف حضرموت، وأبو الباقر عبد الناصر الجنيدي مشرف أبين، والشيخ أحمد صالح دغسان مشرف شبوة، وفضل أبو طالب عن المكتب التنفيذي للجنوب، وناصر باقزقوز رئيس فرع حزب التجمع الوحدوي بحضرموت. الوثائق كشفت أيضا عن تنسيق بين اللواء خالد باراس القيادي في الحراك الجنوبي ومحمد حسين العيدروس عضو الأمانة لحزب المؤتمر، وبحسب الوثيقة فإنها تؤكد وجود تنسيق بين المذكورين سلفا وبين محافظ هادي الجديد بحضرموت بن بريك، بإشارة إلى أن بن بريك من الشخصيات الجيدة التي يمكن التعويل عليها، وأن هدف هادي من تعيينه هو تصفيته في حضرموت بحسب ما ذكر في التسريبات. أما بخصوص ما سمي بمؤتمر عدن تتحدث المنعقد في القاهرة في شهر يناير، فقد تضمن حديث عمار السقاف أن اجتماعات اليومية محاطة بالسرية خرجت بنتائج سرية، أهمها أن العامل المشترك بين أنصار الله وأبناء الجنوب هو الاتفاق على ألا شرعية لهادي، بالإضافة إلى تشكيل تحالف سياسي ومدني على الأرض ضد هادي، وإعداد قائمة سوداء تضم محمد مارم وبن مبارك وجماعة هادي للتخلص منهم. مؤتمر عدن كما تشير الوثائق تم برعاية وتمويل دولة الإمارات وتعاون بين القائم بأعمال السفارة اليمنية في مصر الذي وصفت أعماله بالإيجابية والوطنية، مع التوصية بضرورة تقديم رسالة شكر له من قبل اللجنة الثورية. يمضي السقاف بحديثه على جهوده من أجل توسيع الهوة بين هادي وبحاح، مؤكدا أن مخرجات لقاء القاهرة كانت كلها تصب في تشويه صورة هادي وجماعته. الإمارات بحسب السقاف ترتب عبر هدى العطاس لإنشاء حزب سياسي جنوبي كمكون قادم يكون بديلا للمكونات في الجنوب. أما التحركات بحسب الوثيقة فإنها تتضمن مخططا إماراتيا للقضاء على الإخوان عن طريق السلفيين وإنشاء كيان سياسي جنوبي موازن وإخراج هادي وجماعته من المشهد السياسي. هذا ما تقوله الوثائق المسربة التي تؤكد استمرار ميليشيا الحوثي بدعم وتمويل الحركات الجنوبية التي تهدد الشرعية وتقوض السلم المجتمعي.
إذن مشاهدينا الكرام، نستكمل استعراض الوثائق التي وصلتنا حول مخططات الميليشيا هذه المرة في الجنوب. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. لو بدأنا أو يعني بوصلتنا هذه المرة تتجه نحو الجنوب، نبدأ معك بسؤال مباشر، لماذا كانت الميليشيا حريصة كل هذا الحرص بتوجهها نحو الجنوب بالتأكيد كما أشارت هذه الوثائق؟ ربما علينا العودة إلى الوراء قليلا، إلى بدايات وجود عدد من فصائل المرتبطة بالحراك الجنوبي وأيضا الحوثيين. ربما كان هناك قضية كبيرة جدا، قضية ملف صعدة وقضية الحراك الجنوبي، المظلومية الجنوبية التي كانت موجودة. كان هناك من يتربص، من يراقب، كان هناك الدور الإيراني يرى أن أي تدخل في اليمن متاح سيأتي عبر هاتين القضيتين. كان هناك علاقات إيرانية مع قيادات في الحراك الجنوبي أو في عدد من فصائل الحراك المحسوبة على أجنحة الحراك الجنوبي وهي عديدة. منذ وقت مبكر كان هناك علي ناصر محمد، كان هناك علي سالم البيض، كان هناك حيدر عطاس، وهؤلاء جميعا متواجدين في إما في سوريا أو في بيروت في الضاحية الجنوبية. كان هناك أيضا التقاطة لقناة خاصة تابعة للحراك الجنوبي من عدن، كان هنا من الضاحية الجنوبية تابعة للحراك الجنوبي، وبالتالي كان هناك مخطط يسير بالتوازي بين استقطاب الحوثيين واستقطاب القيادات، عدد من القيادات في الحراك الجنوبي. تم العمل على هذا الملف مبكرا، الحكومة لم تنتبه أو ربما في وقتها تغافلت، أو أيضا المجتمع الدولي وخاصة الدول الإقليم كان الجميع يتعامى أو يغض النظر، رغم أن كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك دور إيراني واضح في الجنوب كما هو دور واضح في صعدة. ما حصل اليوم هو التقاء للأدوات الإيرانية في الشمال والأدوات الإيرانية في الجنوب بين الحوثيين وبين عدد من الفصائل، عدد من الشخصيات القريبة من أيضا المؤتمر الشعبي العام والتي لها حضور في الميدان. الرابط أيضا العجيب الذي ربما نستطيع أن نقوله أن هناك جميعهم لديهم مشروع سلالي، الحديث عن الهاشمية السياسية سواء في الشمال التقت مع الهاشمية السياسية في الجنوب، ونلاحظ من خلال خارطة الأسماء التي موجودة اليوم تدعم المشروع الحوثي في الشمال يعني والمشروع الحوثي أيضا في الجنوب هي لها نفس الألقاب الهاشمية السياسية، العطاس، السقاف، مطهر، حسن يعني حسين بن زيد بن يحيى وغيرهم من الشخصيات أيضا العيدروس وإلى آخره. وبالتالي نحن أمام مشهد بدأ يتضح جليا أن هناك خيوط اللعبة جميعها في الشمال وفي الجنوب ممسكة أو تمسك بها إيران بشكل واضح وتديرها. ما يحدث اليوم هو محاولة أيضا للمضي قدما في تحقيق المشروع السلالي في اليمن. الحوثيين ليس لديهم حساسية فيما يتعلق بالوحدة اليمنية نهائيا، لديهم مشروع يريدوا أن يحكم الشمال ويريد أن يكون من يحكم الجنوب هم يعني نظام له ارتباطات أو له علاقات وله نفس الولاء لطهران مثل في صنعاء أو في عدن، وبالتالي هذه هي أطراف المعادلة الموجودة في الجنوب. ما يبقى من بعدها من الأسماء التي ظهرت نلاحظ أن هناك خطوط أو أدوات اشتراك، نلاحظ أن الحوثيين اعتمدوا منذ وقت مبكر على عدد كبير من أعضاء الحراك الجنوبي، موجود من قيادة الحراك الجنوبي مثلا كان هناك صالح سائل في اللجنة الثورية العليا، كان هناك حسن زيد بن يحيى، هناك علياء الشعبي، وهذه أسماء بدأ استخدامها في اللجنة الثورية العليا. هناك بعد ذلك في المجلس السياسي أيضا أسماء تم استقطابها بنفس الطريقة، وبالتالي الحوثيين حاولوا أن يصوروا أنهم لديهم مشروع عام ينضم تحته جميع الفصائل، حتى لاحظ أنهم يعني حتى جاءوا بمحمد القيرعي كممثل عن فئة يعني المهمشين وأضفوا عليه حتى لقبا عنصريا عندما قالوا أنه يمثل أحفاد بلال. نعم أستاذ أحمد، يعني للاستماع لرأي الحكومة حول الوثائق التي تم يعني مكاشفتها في قناة بلقيس، انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي الناطق باسم الحكومة من حضرموت. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، أهلا بك معنا سيد راجح. وثائق حصلت عليها بلقيس فيها مخططات أمنية وسياسية للميليشيا الحوثية، طلعتم على بعضها، نود تعليقكم عليها. بداية الجهد الذي قامت به قناة بلقيس في هذا العمل الصحفي
هو محل تقدير، وكثير من اليمنيين هذا شغل صحفي بامتياز، كشف كثير من الحقائق ومن الوقائع لليمنيين. بعضها كانت هناك يعني شواهد، وكانت بعضها وقائع او اتهامات يرددها بعض اليمنيين وبعض السياسيين، لكن هذه الوثائق التي كشفت عنها قناه بلقيس اكدت بشكل جامد حقيقه تلك الشكوك وتلك الشكوك لدى البعض وتلك الحقائق التي كان الكثير مقتنع فيها، لكن لم يكن هناك دليل ملموس يؤكد ذلك. الآن هذه الوثائق بالتأكيد كشفت الكثير من الحقيقة لليمنيين عن حقيقة هذه الميليشيات الانقلابية السلالية وحقيقة مشروعها الذي تريد أن تفرضه على اليمنيين. ونحن بالنسبة لنا في الحكومة كما قلت هذا الجهد محل تقدير بالنسبة لنا مثلنا مثل الشعب اليمني، وهذه الوثائق بالتأكيد ستكون للتاريخ. ونحن بالنسبة لنا اطلعنا على جزء بسيط جدا من هذه الوثائق، وعندما ننتهي من الاطلاع على كل هذه الوثائق لأنه حسبنا علينا أنها يعني أن عددها كبير، ستكون هناك كثير من القضايا التي تحتاج إلى تعليق أو تحتاج إلى قرار أو تحتاج إلى موقف أو إلى فعل. نعم. سيكون حينها إن شاء الله. نعم أستاذ رجح، يعني الوثائق أيضا كان لها علاقة بإدارة الفوضى في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، وهي كانت يعني ربما في عام 2016 المخططات لن تنتهي، وربما هناك أفكار أخرى لإثارة الفوضى خلال العام القادم. كيف ستتعامل الحكومة مع مثل هذه المخططات؟ نحن بالتأكيد منذ أول لحظة ومنذ أول مدينة تم تحريرها نعرف أنه نحن أمام خصم للأسف لا يمتلك أخلاق لا يمتلك الأخلاق ولا المبادئ التي تردعه من عمل أي شيء من أجل تحقيق أهدافه ولو كانت على حساب المدنيين. ولعلكم تابعتم المذبحة والمجزرة الدموية التي تعرض لها بعض الشباب في مدينة عدن خلال اليومين الماضيين. نحن أمام خصم نعرف أنه يستخدم كل الأساليب القذرة من أجل أن يحقق أهدافه السياسية، ونحن نعرف ذلك جيدا. ولو تتابعون أننا نكرر دائما هذا الكلام أن هناك مخططات وهناك يعني أساليب ووسائل لهذه الميليشيات من أجل إثارة الفوضى، من أجل أن تظهر أن السلطة والحكومة غير قادرة على إدارة المناطق والمدينة المحررة. لكن كما تتابعون مدينة عدن مثالا كيف كانت عقب أشهر من تحريرها كانت مسرحا للفوضى وللعمليات الإرهابية. الآن تكاتفت الجهود الحكومية والسلطة المحلية والأحزاب السياسية وأبناء المدينة من أجل فرض يعني فرض حالة أمنية أفضل بشكل كبير. هناك مأرب تقدم نموذج جيد في إدارة المناطق المحررة سواء من الناحية الأمنية أو الناحية الإدارية. بقية المحافظات في الطريق وتقدم كذلك نموذج. هناك حضرموت، لا نستطيع أن ننسى تجربة حضرموت في إدارة مناطقها المحررة بطريقة ممتازة جدا وفرض حالة من الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للناس. نحن خرجنا من حرب مدمرة ونعرف أن المرحلة مرحلة ما بعد التحرير غالبا تكون أصعب من مرحلة الحرب ومسألة المواجهات الدامية. ونعرف أن النظام السابق ظل يحكم اليمن 33 عام ولا زالت لديه أدوات ولديه أيدي تحاول أن تعبث. نعم، ولكن هذه الأدوات أستاذ راجح للأسف يعني بعضها ما زال يعمل مع الشرعية. أسماء وردت يعني تستهدف يعني هي مع الشرعية بالأساس في مناصب للشرعية، ولكنها حتى يعني من خلال هذه الوثائق ظهرت أسماءها بالتعاون مع ميليشيا الحوثي. كيف يمكن التصرف حيال ذلك؟ أنا كما قلت لم أطلع على كل الوثائق، وعندما أطلع عليها سيكون هناك تعليق وحديث عنها، لكن أنا لم أطلع على هذه الوثائق. إذن شكرا جزيلا لك راجح بادي، ناطق باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت.
عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني هذه الوثائق التي وضحت ربما هي ألاعيب سابقة للميليشيا ولكنها أيضا مستمرة لن تتوقف بعد، يعني هذه مجرد محاضر اجتماعات، وضحت مدى التعمق الذي وصلت إليه الميليشيا في كثير من الأماكن. أشارت أيضا هذه الوثائق لاستهداف مؤسسة الرئاسة في العاصمة المؤقتة عدن، هناك تركيز على مؤسسة الرئاسة من صنعاء إلى عدن، ماذا يحمل من إشارات؟ أولا لابد أن يعرف الناس أسماء يعني هناك أسماء لابد أن يعرف الناس هذه الأسماء، هناك أسماء لها ارتباط مباشر بالحركة الحوثية وهي التي تدير الملف الجنوبي، حتى الملف الجنوبي يدار عبر أدوات أو عناصر من الميليشيا ليس يعني وهم من موكلون بإدارة الملف وليس حتى شخصيات جنوبية. كان هناك مثلا يعني أبو حسام المكلف وهو أحد مشرفي المحافظات، يحيى سريع وهو مشرف محافظة حضرموت، وأبو الباقر عبد الناصر الجنيدي وهو مشرف أبين، وبالتالي وأحمد صالح دغسان مشرف شبوة، وفضل أبو طالب من المكتب التنفيذي للجنوب. بالإضافة إلى أن هناك أسماء أيضا هي جنوبية مثل ناصر باقزقوز وأحمد جريب محافظ لهجة، وبالتالي هذا هو الفريق الذي كان يعني تم تشكيله لإدارة الملف الجنوبي، وهذه أسماء يجب أيضا أن يتم التدقيق في نشاطاتها واتصالاتها في المحافظات الجنوبية. إذا عدنا للحديث عن استهداف المؤسسة الرئاسة، بالتأكيد الهدف المشترك بين ضد الحوثيين كان هو هادي والمؤسسة الرئاسية، لأن الرئيس هادي هو يعني آخر محطات الشرعية أو آخر أوراق الشرعية في البلد التي أجمع عليها اليمين، وهو آخر رئيس يعني حظى بشرعية انتخابية توافقية من اليمين، وبالتالي استهداف الرئيس هادي كان هدف وضعه تحت الإقامة الجبرية في صنعاء والإعلان الدستوري، وكان هناك محاولات لتصفيته. لاحظ أنه في صنعاء تم محاولة اغتياله أكثر من مرة، عندما ذهب إلى عدن تم قصف القصر الجمهوري وقصر معاشيق، تمت ملاحقة الرئيس هادي حتى وصل إلى خارج اليمن، وبالتالي استهداف الرئيس يعني هم يدركوا أن خروج الرئيس هادي من المشهد وتصفيته من شأنها أن تخلط جميع الأوراق، وبالتالي من شأنها أن تربك أيضا صف الشرعية الذي هو مصاب بالكثير من الارتباكات. الموضوع الآخر، كان هناك محاولة إلغاء مؤسسة الرئاسة واستبدالها بشخصيات قريبة من الحراك الجنوبي، كان هناك مخطط كبير جدا ربما يتمثل بإنشاء كيان جنوبي موازي لكيان الحوثيين، وكما كشفت الوثائق أن ليس لدى الحوثيين أي مشكلة من انفصال الجنوب، لكن مع ضمان بقاء علاقات أو عدم تهديد الشطر الذي سيطر عليه الحوثيون. كان هناك أيضا نلاحظ أن هناك خلط للأوراق، وهناك أوراق دولية دخلت في الموضوع، وهذه أيضا عيدنا أيضا إلى مسألة الدبلوماسية اليمنية، الخارجية اليمنية، الحكومة اليمنية هي أيضا معنية بهذه الملفات وبهذه الوثائق بشكل مباشر. نلاحظ أن كان هناك قبل حوالي شهرين إعلام من محافظ عدن عيدر الزبيدي أن هناك توجه لإنشاء كيان جنوبي جامع، وهذا كان ربما كشفت هذه الوثائق أنه لم يكن بريئا بالإعلان عن هذا، لكن تزامن مع توجه إقليمي أو دعم، كما تكشف هذه الوثائق أن هناك دعم إماراتي لشخصية جنوبية هي السيدة هدى العطاس لتشكيل كيان أو حزب جنوبي يعني بتمويل من دولة الإمارات، وأن هناك اعتراض ربما من علي ناصر محمد وعدد من الشخصيات الجنوبية التي ترى أنها هي الأحق بأن تمثل الجنوب وليس شخصيات أخرى، وبالتالي نحن نلاحظ الآن أن هناك خيوط للعبة تتحرك داخل أو يعني مربع التحالف ليس مستوي الأضلاع. هناك أيضا الحديث عن تنظيم فعالية جنوبية برعاية إماراتية في جمهورية مصر العربية، وهذه ربما هي جزء أيضا، ومعظم من حضرهم من الحراك الجنوبي الذي طالب بالاستقلال، باستقلال الجنوب واستعادة ما يسمى بدولة الجنوب، وبالتالي هناك محاولات لخلط الأوراق بشكل كبير جدا. هناك أيضا نلاحظ أنه إذا عدنا إلى العملية كيف تدار في صنعاء، هناك تواصل إما عبر الشخصيات هذه أو عبر شخصيات أخرى، يعني نلاحظنا تواصل مع محمد حسين عيدروس وهو الأمين العام المساعد أو في حزب المؤتمر الشعبي العام، و
أدلى لهم بوثائق وتصريحات تتعهد في الوثائق، وثيقة خطيرة جدا، على الحكومة أن ترد عليها بشكل واضح. هناك اتهام في هذه الوثيقة لمحافظ حضرموت المعين بأنه على تواصل مع المؤتمر وأنه أبدأ استعداده للتعاون مع الحوثيين، وحتى هناك اتهام أنه تم تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس هادي لإحراجه وتصفيته. وهذه وثيقة خطيرة جدا يعني، وهذه أيضا يجب على الحكومة لا تسكت عليها، ويجب يعني يفترض أن يكون ربما لدي معكم في الحلقة محافظ حضرموت للحديث عن هذه الإشكالية. وبالتالي هناك شخصيات داخل المؤتمر الشعبي العام تتواصل فقط لأنها ضمن الهاشمية السياسية، وهي محمد حسن عيدروس، الذي أيضا محمد حسن عيدروس طلب وترجى الحوثيون أن لا يشيروا في لقاءات مع المؤتمر الشعبي العام بأنه تواصل معهم وأخبرهم هذه المعلومة، لأن المكلف بالتواصل مع الحوثيين هو عارف الزوكا. وبالتالي نلاحظ أن هناك حتى المؤتمر الشعبي العام اليوم أصبح مخترق من قبل الحوثيين، وليس كما كان يروج سابقا أن الحوثيون هم من اخترقوا أو أن المؤتمر هو من اخترق الحوثيين. لا، نلاحظ اليوم أن ما يحدث أن المعلومات من داخل المطبخ المؤتمري تخرج عبر أشخاص لهم ارتباطات سلالية بالحركة الحوثية، وهذه مؤشرات خطيرة جدا. نعم، وردت أيضا أستاذ أحمد تشكيل تحالف سياسي ومدني على الأرض ضد هذه بهذه العبارة يعني، وإعداد قائمة سوداء تضم محمد مارن بن مبارك وبقية جماعة هذه للتخلص منهم. يعني ما المقصود بالتخلص منهم؟ هل التصفية؟ ما هي القائمة السوداء الذي يشيرون إليها؟ هل القائمة السوداء بينهم أم أنها؟ لا، بالتأكيد الدلالة التي تشار طبعا لابد أن يعني يوضع النقاط على الحروف. هذه وثيقة مهمة تقول أن هذه غير مرغوب به، وبالتالي عليهم أن يتم دعم تحركات لعدد من الفصائل في الجنوب. وتم حتى الوثيقة هذه تظهر أنه تم طلب موازنة لإقامة مثل هذه التحركات والفعاليات، وتؤكد هذه على أن التحالف السياسي الذي من القوى المعينة، نعرف الآن أنه موجود عدد من الفصائل المسلحة، وبالتالي عندما تم الحديث في الوثيقة ببقية جماعة هذه تصفى للتخلص منهم، معناه التصفية الجسدية بشكل واضح، وهذا شروع في أو هذه التحريض على القتل، وهي أيضا جزء من السيناريو الذي كان يتم العمل عليه. لاحظ أنه خلال الشهور الماضية أو خلال السنوات العامين الماضيين لم تهدأ محافظة عدن من الانفلات الأمني، تم اغتيال عشرات الضباط وعشرات العسكريين، وتم أيضا تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية تحت مسميات داعش وغيرها، وأيضا هناك عملية تصفية تمت. نعرف أن خلال الأعوام الماضية كان هناك فرقة خاصة بالاغتيالات تابعة لجهاز الأمن القومي وتابعة للحرس الجمهوري الذي كان يديره نجل الرئيس السابق، وبالتالي ما حدث اليوم هو نقل هذه العناصر إلى عدن وغيرها من المحافظات لإثارة هذه الفوضى والقيام بارتكاب هذه الجرائم. لاحظ أنه تركيز كبير جدا على الحديث بأن يتم تصفية هادي، أن يتم أيضا دعم الخلاف بين هادي وبحا. نعم، يعني السقاف قال أنه سيسافر إلى عدن والجلوس معهم والعمل على توسيع الالتقاء بشخصية والجلوس معهم والعمل على توسيع اللي هو بين هادي وبحاح، يعني كان هناك عمل مخطط. بالتأكيد هناك شخصيات محسوبة على الجنوب هي تعمل أولا وفق مخططين، أولا وفق مخطط الحوثي، الأشياء الأخرى تعمل وفق مخططها الخاص الذي هو يرمي في الأخير إلى فصل الجنوب عن الشمال وإحباط أيضا مشروع فكرة الدولة الاتحادية. وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام، عن أسماء، عن أشخاص، عن فعاليات، عن أيضا كان هناك نلاحظ أن الحديث عن مؤتمر القاهرة وربطه بالتحركات في الميدان ربما هو يكشف على أن هناك أكثر من جناح داخل الحركة الجنوبي، وبالتالي هناك أكثر من فصائل، هناك من يريد وأكثر من ممول وأكثر من يقف وراءهم. أستاذ أحمد، ما مدى التقارب بين خطط كيري لإزاحة هادي عن المشهد السياسي وهذه الخطط التي نقرأها الآن لإزاحة هادي بطريقة أخرى؟ دعني أستمع الإجابة منك بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، هنا أعود إليكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ احمد. قبل الفاصل كنت سالتك ما مدى التقارب بين خطط كيري لازاحه هذه سياسيا وخطط او خطط الميليشيا لازاحه هذه بطريقه او باخرى؟ يبدو انه لم تكن هذه خطط كيري، المؤشر الى انها خطط جواد طريف، يعني الخطط الخارجيه الايرانيه لازاحه لاعاده صياغه المشهد اليمني. ما يحدث ان هذه أصبح ربما العقبة الكبرى، نعم. في يعني ربما كان خروج هادي وقدرته على الذهاب إلى عدن ومن ثم الذهاب إلى خارج اليمن ومن ثم عملية التحالف، ربما هي من أفشل جميع مخطط استعادة الحوثيين أو سيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن. وبالتالي اليوم هادي يصبح يعني كلما اقتربت الحكومة أو من فكرة استعادة الدولة، كلما بدأت في استعادة المؤسسات، كلما بدأت في محاولة تنظيم أوراقها، كلما يعني بدأت أكثر استعدادا على الأرض للعملية باستعادة الدولة بشكل كامل، تظهر خطط ومبادرات وآخرها خطط كيري. لكن خطط كيري باعتقادي أن استطاع الرئيس هادي واستطاعت الحكومة بقوة، وهذه نعم. تحسب لهم أن يقولوا لا لكيري، لا للتسوية التسوية العرجاء التي كان يحملها. وبالتالي نحن اليوم أمام مخطط كبير جدا، إما تكون الحكومة موجودة بقوة أو أنها الخطط هذه ستزيد ومدركة لأبعاد نعم. هذه الخطط، يعني ما يحدث اليوم هو جزء من استكمال خطة تمس الإقليم بشكل كامل. ما يحدث في سوريا هو مقدمة لما سيحدث في اليمن، ما يحدث في تعز هو محاولة لأن تكون تعز هي جزء حلب أخرى أو موصل قادمة. وبالتالي نحن يجب أن يتم الانتباه مبكرا لهذه المخاطرة كي لا يصل تصل هذه المخططات إلى الرياض وإلى غيرها من المناطق، لأنه في الأخير اليمن هي المحطة يعني أو القلعة الأخيرة قبل الرياض. وبالتالي يجب أيضا، هذه ليست مشكلة اليمنيين وحدهم، لكن هي مشكلة دول الإقليم بشكل كامل. عليهم أن ينتبهوا، على التحالف الآن أن يعيد ترتيب أوراقه فعلا، وعليه أن يضع الأسئلة الصحيحة ويبحث لها عن إجابة حقيقية حول الدور الذي كشفته هذه الوثائق عن دور الإمارات، دور لسلطنة عمان، دور لعدد من القوى وعدد من الشخصيات. أيضا هناك شخصيات وردت أسماؤها في هذه المحاضرة، ما زالت تذهب تتنقل بين سلطنة عمان، بين الإمارات، بين عدد آخر من الدول. هؤلاء أيضا يقدموا أنفسهم كطريق، كطرف ثالث أو كطريق ثالث، كمكون بإمكانه أن يقدم نفسه بديل للحكومة والحوثيين، بينما تكشف هذه الوثائق أن الحوثيين لديهم تصور من هو الطرف الثالث أو الطريق الثالث التي تحدثت عنه المبادرة الأممية، وبدأوا التواصل معهم وبدأوا دراستها، وحتى بدأوا تشكيل لجان خاصة في سواء في لجنة التوافق النسوي خاصة في أو في اللجان أو المقترحات الأخرى، حتى لجنة السلام، اللجنة الأمنية التي يديرها اللبناني رعد، لا أذكر بالضبط اسمه. وبالتالي الآن هم مستعدون، هناك مجموعة من المحايدين، هناك مجموعة من يعني فريق البحر الميت، منظمة بيريجوف الألمانية، وهذه كلها كولسة، وفي الأخير جميع هؤلاء يصبون في خدمة الميليشيا والمشروع الذي التدميري الذي من شأنه أن يسلم رقاب اليمنيين ودماءهم ومستقبلهم لإيران. نعم أستاذ أحمد، يعني تحدثت الوثائق أيضا كما يقال، يعني كما تطرقت إلى نظرة أنصار الله حول أنهم ليس لديهم مشكلة مما يسمى استقلال الجنوب، غير أنهم لن يقبلوا بأي تهديد أمني، وكذلك لن يقبلوا ببقاء الاحتلال في الجنوب. يعني هذه نقطة، يعني أو أي استقلال شكلي هناك، يعني نعم. طرحت عدة تساؤلات، هل هم مستعدين لبناء دولة في الجنوب؟ كيف ستكون علاقتهم بالشمال؟ يعني العامل المشترك كما يقولون بين أبناء الجنوب وأنصار الله هو أن لا شرعية لهذه. تظل هذه هي الخطورة وهي الجامع، وهي أيضا ما جمع الحوثيون أو أجمع عليه الحوثيون مع الفصائل الموالية لهم داخل الحراك الجنوبي. نحن نقول هناك قضية جنوبية عادلة، وهناك متسلقون على القضية الجنوبية، وهم اليوم وهم أيضا من ساهموا في الفترة الماضية بتسليم الجنوب
لصالح والميليشيات وعندما تم ترطم. عبد الملك الحوثي ذكر السفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أنه قال أنه سيقاتل في الجنوب حتى آخر جندي، وبالتالي هو الآن تم إخراجهم بالقوة ولكن يريد أن يعودوا بأدواتهم الجديدة. ليس لديهم حساسية فيما يتعلق بمن يحكم الجنوب من يحكم الشمال، لكن طالما هم سيكونوا هم المسيطرون، هم البحث عن فريق شكلي أو عن إدارة شكلية للجنوب لكن لها ارتباطات طائفية ولها ارتباطات بالمشروع الإيراني. عندما نلاحظ يعني الحديث عن ما يسمى ب هل هم مستعدون أيضا لدعم بناء دولة في الجنوب، هذه الأسئلة لم يجيبوا عليها. يعني كيف يمكن أن يكون لهؤلاء مشروع بناء دولة في الجنوب وهم من أسهموا في تدمير الجنوب؟ يعني عندما لاحظنا خرجوا من عدن بعد أن دمروها، دمروا لاحج، دمروا أبين، ما زالوا إلى الآن صواريخهم تقصف لاحج وتقصف أبين وتقصف يعني كل مناطق يطولها القصف. إذن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. هناك مخطط سياسي وأمني لإدارة الفوضى في الجنوب كما أشارت إليه هذه الوثائق، برأيك هل هذه أو هذا المخطط يزيح الستار عن بعض ما شهده الجنوب منذ الاجتياح الحوثي وبعده؟ بداية التحية لك أختي الكريمة ولضيفكم الأستاذ أحمد الزرقة، تحية لجمهور ومشاهدي قناة بلقيس. ربما هذه الوثائق التي أظهرتها للرأي العام قناة بلقيس كشفت الواقع الذي عانينا منه ورأيناه واستمر يسيطر على أو يرسم المشهد في عدن والمحافظات الجنوبية وفي اليمن عموما. هذه الميليشيات يعني كما هو معلوم يعني عبثت يعني بالبلد، وهذه الوثائق جاءت لتكشف انها حتى وقد تحررت منها كثير من المحافظات وبالذات عدن والجنوب، لكن لا زالت لديها الكثير من الاوراق او كثير من الادوات التي هي ادوات الشرعيه. كيف تفسر ذلك أستاذ عبد الرقيب؟ يعني وجود مثل هذه الشخصيات التي تعد أدوات الشرعية كما قلت يعني مشاركة أو مساهمة لتنفيذ هذه المخططات؟ هو السؤال الذي كنا نطرحه كثيرا في كل يعني جريان دم وفي كل مأساة تحصل في عدن المحافظة الجنوبية. ما أسباب هذا الفشل الأمني؟ ما أسباب هذا التعثر؟ لماذا يتم العبث بالمناطق المحررة؟ لماذا يتم تقديم العاصمة المؤقتة بهذه الصورة الضعيفة المشوهة لاتصالات الشرعية والتحالف؟ اليوم هذه الوثائق تجيب إجابة واضحة جلية. هناك أدوات شوهاء، أدوات عميلة، أدوات تعمل لصالح الحوثيين. الحوثيون خرجوا من عدن ولكن بقيت أدواتهم، هذه الأدوات معروفة بالأسماء، معروفة بالأرقام. الحديث عن تحرك شخصيات كما ذكرتها الوثائق تتحرك في عدن وتزور وتجتمع وتنقل وتستعد لعقد مؤتمر صحفي. الحديث عن أسماء في دائرة الحراك الجنوبي يستعدون لإنشاء كيان يعني حزبي عن طريق هدى العطار. الحديث عن المكون السياسي الذي أقامه أو الذي أعلن عنه محافظ عدن، هناك الكثير من التشوهات. الحديث عن التواصل مع محافظ حضرموت باعتباره أداة من أدوات الانقلابيين حتى اليوم، وفي نفس الوقت هو الذي عينه على رئيس الدرب المنصور هذه، وبالتالي على الحكومة، على الرئيس، على التحالف، بل أدوات التحالف من خلال بعض المعلومات التي أشار إليها الوثائق عن دور الإمارات، دور الإمارات المخيف في بعض جوانبه هنا في عدن وفي المحافظات الجنوبية، بالتالي على رئيس التحالف، على المملكة العربية السعودية، على الرئيس عبد الرب منصور هادي، على الحكومة اليمنية أن تنظر بصدق هذه الوثائق. خرجت إلى العلن الفوضى التي نعاني منها، ها هي تقدمها هذه الوثائق وتكشفها بالأسماء، وبالتالي نحن أمام يعني أمام كارثة، هي كارثة بكل المقاييس. يعني هل هذه الدماء التي
ذهبت في التحرير وفي المقاومة وفي الجيش الوطني لكي تقف الحكومة والرئاسة والتحالف أمام أدوات تعبت بنتائج والدماء وبنتائج التضحيات. عدن اليوم بإحصائية يعني إعلامية لبعض مراكز المعلومات هنا في عدن تقول أن ما تم من قتل ودم واغتيالات وأعمال حوارث أمنية هي أضعاف ما خسرته عدن والجنوب في مواجهة في حربها مع الحوثي في معارك واضحة. طيب أستاذ عبد الرقيب، يعني برأيك نعم أستاذ عبد الرقيب، نعم. هناك مؤتمرات عديدة تم التخطيط لها من قبل الحوثيين ورعايتها من قبل بعضها من قبل الإمارات باسم الجنوب، بعضها أقيمت في القاهرة، ما الذي تشكله من مخاطر على القضية الجنوبية برأيك؟ نحن اليوم يعني هي هذه التصرفات تحول هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الذين يتخذون من القضية الجنوبية رداء ودثارا ويطعنون الجنوب ويطعنون الوطن في خاصرته وفي قلبه. هؤلاء الذين يعني بالأمس يعني عملوا مع الحوثي واستقبلوه هنا في عدن وفرحوا بسقوط صنعاء وقدموا للناس أن سقوط صنعاء سيؤدي إلى تحرير الجنوب، أوهمهم الحوثي بأنه مع الاستقلال، والحقيقة أنه مع الاستغلال، يستغل هؤلاء البلداء وهؤلاء الحمقى، ولا زالت يعني يده يعني تعمل في هؤلاء، ولا زال قادر على أن يسوق الوهم لهؤلاء الحمقى، وبالتالي يخرجون. حاولوا قبل أيام أن يقيموا مظاهرة في حضرموت، وخرجوا في مظاهرة الشيخ عثمان هنا في عدن، وهناك وسائل إعلامية واضحة يعني تضرب التحالف، تضرب الشرعية، تضرب منتدات التحالف هنا في عدن، تبعدنا عن المعركة الحقيقية مع الحوثيين، وتصنع جبهات جانبية مع أحزاب ومكونات داخل المقاومة في الجنوب. هذه واضحة، على التحالف أن يحمي إنجازاته في الجنوب وفي اليمن، وعلى الشرعية أن تعمل بصدق وأن تزيح هذه الأدوات التي أثبتت بعد سنتين من تحرير عدن ماذا كانت عدن، هذا الخراب وهذا الدم المسفوح. وبالتالي على الحكومة، على الرئاسة، أن تعيد النظر في أدواتها التي تورطت كثيرا، وجاءت التقارير وجاءت هذه الوثائق لتكشفها. نعم، وهذا ما نتحدث عنه منذ الأمس، أن على الحكومة أن تتنبه لمثل هذه الوثائق والعمل بشكل جدي لأخذ الحيطة وأخذ الأمر بمحمل الجدية. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني، الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نعود إليك أستاذ أحمد. من ضمن الأشياء التي أشارت إليها الوثائق أستاذ أحمد، أن هناك حشد أو أكثر من مرة الحديث عن حشود جماهيرية وشعبية أيضا، بعضها لا يتم، كما يعني وجدنا حالات تثبيط ربما لعدم اقتناع بالفكرة، وبعضها ربما تم تمويله ولم يقوم. كيف تعلق على هذه؟ أولا، تم لو لاحظنا الوثائق تكشف أن ملف الجنوب تم ربطه مباشرة بمكتب عبد الملك الحوثي بشكل مباشر، وإلى أهمية كبيرة وبذل جهود كبيرة، وحتى أنه تم تكليف مراسم القصر الجمهوري، الذي للأسف القصر الجمهوري يخدم الإمامية بشكل عجيب، تم تكليف مراسم القصر الجمهوري الذي سلمه صالح للميليشيا للترتيب للقاءات هذه، لكن تفشلت بشكل كبير جدا. طبعا كان هناك تم تشكيل ما يسمى المكتب التنفيذي للجنوب، لكن يبدو أن المكتب التنفيذي للجنوب لديه أفكار معينة، هم يريدون أن يكونوا فقط بحث عن موارد مالية وتنظيم فعاليات، لكن عند تنظيم الفعالية الحقيقي الفعاليات لم يحضر أحدا، وبالتالي لاحظنا أنه فشلت الفعالية الأولى، أنهم المكتب التنفيذي لأبناء الجنوب لم ينفذها أو لم ينسق لها بشكل، وبالتالي تم العودة لحزام الأسد وأشخاص آخرين المشرفين الحوثيين على الملف الجنوبي لمحاولة تنظيم مثل هذه الفعاليات. نلاحظ أن هناك عدد كبير من هذه الأسماء لم يعد لها أصلاً قبول في الشارع الجنوبي، هي لا تمثل الشارع الجنوبي، الشارع الجنوبي لديه مطالب واضحة، الشارع الجنوبي اليوم وقف ضد الميليشيا، ولا أعتقد أنه سيقبل بعودة ممثلي الميليشيا للسيطرة أو للحديث باسم الشارع الجنوبي من جديد. الشارع اليوم الناس لديهم وعي كبير جدا أن من ساهموا في قتلهم، من سكتوا حتى في
في خلال يعني الجرائم الحوثية التي ارتكبها في عدن لن يسمحوا بأن يعودوا من جديد. هناك كانت أيضا لديهم فكرة لتنظيم الملتقى موسع لأبناء الجنوب لمقاومة الغزو والاحتلال، أيضا فعالية فشلت وملتقى فشل، لكن نلاحظ أن هناك شخصيات ما زالت تعمل وتترزق وتأخذ مبالغ كبيرة. ربما لو لاحظنا خلال الحكومة الشكلية التي شكلها الانقلابيون حاولوا ترضية عدد من هذه الأسماء في الوفد الحوثي وفي المؤامرة في المباحثات، أخذوا أسماء لكن في الأخير الأسماء والقرار والتحركات والتصريحات هؤلاء لا يتم الالتفات لهم نهائيا ولا يتم التعامل معهم إلا باعتبارهم تابع للحوثي وليس فاعل أساسي. هم يريدونهم أدوات مثل ما لديهم أدوات في تعز ولديهم أدوات في كل مكان، هم يتعاملون مع هؤلاء كأدوات ليس لهم الحق حتى في التعبير عن أنفسهم. ولاحظنا أنه يعني عدد من الموجودين في اللجنة العليا أو اللجنة الثورية العليا لم يتم حتى دعوتهم لاجتماعات أيضا اللي في المجلس السياسي. لكن العجيب في الوثائق هذه أن هناك ناشطون حقوقيون، محامين، شخصيات نسائية عرفت بأنها يعني من الأصوات القوية، كانت تعارض وكانت تقول اليوم أصبحت جزء من مشروع الحوثي. لاحظنا هناك عفراء الحريري، هناك علي الشعبي، هناك أسماء، عشرات الأسماء يعني تقوم وتخدم هذا المشروع وتعمل وتتحرك. يعني نتمنى أن كانت جهودها بذلت للدفاع عن المظلومين، عن الجنوب، عن الأسر التي شردت وطردت وقتلت والضحايا والشهداء الذين سقطوا. نعم، لكن للأسف سكتوا وبحثوا عن معارك وهمية. يعني حديث عن أن ناشطة حقوقية جنوبية تستغيث بأنصار الله لكي ينقذها من المتطرفين ولا تريد أن يعلم ناشطة أخرى أن تعلم بفحوى شكواها جنوبية أخرى، وبالتالي نحن أمام مشهد عجيب. نعم، يعني مسرحية هزلية. نعم أستاذ أحمد، يعني نحن حاولنا بطبيعة الحال، يعني هناك أسماء ذكرت وهي أسماء مع شرعية، حاولنا التواصل مع محافظ حضرموت بن بوريك مع سكرتير المحافظ، يعني كان هناك وعد بأن يكونوا معنا لتوضيح لما ورد الاسم، لكن للأسف إلى الآن يعني لم يردوا علينا. كانت هي فرصة يعني هناك باعتقاد فيما يتعلق بالأسماء التي وردت كمحافظ حضرموت، إذا لم يصدر بيان من المحافظة يعني يفند هذه التهمة، وأنا في تقديري أنها تهمة غير حقيقية والهدف منها ربما إثارة الشكوك حول هذا القصة، لأنه تم ذكر بن بريك مع تهمة غير معقولة أنه معرض للاغتيال من قبل الرئيس هادي، لا يمكن أنه تم إزاحته من منصبه في القاهرة. هل كان بن بريك يعمل خدمة الحوثيين في القاهرة؟ هذا أنا لا أعتقد أنه، وليس هادي بحاجة لإزاحته من السفارة، من ملحق عسكري في السفارة لتعيينه في محافظ. بالعكس، المحافظ منصب أهم، منصب قيادي وجزء من الدولة. اليوم الحكومة موجودة في حضرموت ونحن على ثقة أن السلطة المحلية في حضرموت لديها رد واضح حول هذا. ختاما أستاذ أحمد، يعني بعد ما تناولوا المسألة اليمني أمس واليوم من وثائق خطيرة، برأيك من هو المعني الأول بهذه الوثائق لمواجهة مثل هذه المخططات التي أصبحت مكشوفة؟ المعني الأول هو الحكومة، المعنى الثاني الأشخاص، الشخصيات التي وردت أسماءها في هذا التقرير. المعنى الثالث هو التحالف الذي يجب عليه أن يقوم بمراجعة. هناك ذكر لدولة دور إماراتي مناهض لدور التحالف، وبالتالي يجب على التحالف وعلى الخارج الإماراتي أن توضح حقيقة التواصلات التي تمت وحقيقة المؤتمرات وحقيقة ما ذكر. وهذه القصص يعني لا نعتقد أنها لا تخدم سوى إيران وتخدم أيضا الحوثيين. الطرف الأكثر أهمية هو الصحافة والرأي العام اليمني الذي يجب أن يطلع على مثل هذه الوثائق. هذه الوثائق متاحة في موقع قناة بلقيس، في صفحات قناة بلقيس، بإمكان الجميع قراءتها والعودة إليها والتأكد من صحتها. ما زال هناك وثائق لدى القناة وتعمل ربما على تجهيزها خلال الفترات المقبلة. نعد جمهورنا أن تكون القناة حاضرة في
كشف كل مخططات الميليشيا ضد اليمنيين. هناك أسماء لم نذكرها لأنه يعني وردت ونحن بحاجة إلى التأكد من تلك الأسماء، وبالتالي هذا بلاغ لليمنيين، ونحن نفتح القناة لاستقبال مثل هذه الوثائق وأيضا لأي جهد حقوقي ونضالي ضد الميليشيا. شكرا جزيلا لك أحمد أزرقى الكاتب والصحفي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.